تريدش يسحن الكم ونيك اللي وكل زوز احنا كلي تلقاهم دايرين بيها 12 اذيك تونس مذيافين وليت محلولة بطقس ديمقراطي معتدل لك شكش خارجة بالضحك كل يوم سخوتات امور ارقام جينيس بوك مقفول على العالم على عنا شكوني عمرك والانتفاضات وثورات كي صب لي نشرب التريكن وخزار تقول عليها مش هي تشلبق سياحي بامتياز يعني العالم من الاخر ايناش بيجبتكمش واحنا نملو عليه اما بيناتنا بحكم الدميسي زول مناخي اللي نعيشو فيه الحقيقة لا عتفرز الرمل من ديار في الفوار ولا عتفرز ابحر من بسيسة على السواحل وخاصة خاصة خاصة القايلة ولات تعيش معانا 24 ساعة في النهار الامور ماشية وتصعب وتونس ولا ترابها سخون وتغلي ويا خوفي من اللي يغلي ويولي بقبق واللي خايف منه صار تونس ولا تراكدة وتبقبق